السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملت فطير شرقي هيعجبكم قوي قوي، والريحة والطعم بصراحة مش قادرة اقول لكم. هو عبارة عن ميكس صدق مع بسطرمة مع موزاريلا طبعا بقى، والزيتون والحبشتكات بقى اللي بتبقى من جوه دي. بص المنظر عامل ازاي، حلوة جدا جدا بصراحة، والسوا من تحت جميل جدا. مش العجينة نية بقى كده وتاكليها تحس ان هي كده طريه وكده، لا حلوه قوي 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 بصراحه يعني. بس اهم حاجه بقى ما تنسونيش في اللايك بقى والاشتراك والكومنت الحلو بتاعكم كده، عشان يوصلكوا كل جديد مني ان شاء الله. ومع تحياتي وصفات ماجي حسن، اشوفكم على خير حبايبي. انا هنا معايا 3 كوبايات دقيق، مش هحتاج عليهم حاجه خالص غير شويه ملح، معلقة صغيرة خالص ملح ومية بس، كل ده اللي انا هحتاجه في العجنة. هقلب انا كده الدقيق وانزل بالمية حبة حبة طبعا، لان الدقيق عارفينه ممكن نلم العجينة بعد كده بمعلقة الزيت. تمام، انا هعجنها ونشوفها بعد العجن. عجنت العجينة هنا وحطيتها على الخشب، هقطعها ممكن اقطعها على 6 واشوف برضو الصغيرة والكبيرة. حطينا طبق فيه زيت، خلاص هنا كده الست هعملها كده بالفرشة كده، هنا احط عليها الزيت برضو. تريح نص ساعة بس العجينة، احطيها بالاسترتش كده واسيبها تريح عقبال ما احضر الخضار والحاجة اللي انا هحشي بيها الفطير. بس كده هنا انا معايا خلاص العجين يرتاح اهوت، الفطير يرتاح معايا. هنا صدق انا هنا الحقيقة منزل الايدام بتاعه، يعني سلقاه ومنزل الايدام بتاعه كله عشان ما بحب شكله بايدامه. معايا هنا طماطم بس مش القلب، الجلد بتاع الطماطم يعني مطلعه القلب، وحاطه بس اللحمه بتاع الطماطم وفلفل
ومعايا هنا زيتون وبسطرمه، ومعايا هنا فلفل نص قرن فلفل كده حامي، ومعايا جبنه موزاريلا. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. هناخد هنا، هعوز هنا ادي هنا الترابيزه دي، سمنه على زيت يا جماعه، زبده زبده مش سمنه. انا مش هعملها سمنه كتير ولا يعني مش هحط لها زبده كتير. طالما بتفرد معايا كده العجينه كده تبقى ارتاحت. انا هفردها على قد الصينيه. احطها في الصينيه. انا هنا فردت ثلاث فطاير حطيتهم على بعض، هبتدي بحبه موزاريلا عشان تمسك لي الخليط من تحت. حط الطماطم، فلفل، زيتون، وانا طبعا بحبها قوي قوي ميكس البسطرمه مع الصدق. وهحط الصدق. طبعا الصدق مستوي، ما اقدرش احطه ني على العجين. هعمل بقى العجينة واكمل الباقي. انا هنا هحط الجبنه، جبنه موزاريلا طبعا لازم تتحط اخر حاجه. خلاص كده هبتدي احط اول واحده هنا.
معلش جيت بس اتعوجت مني، هعدلها في الفطيرة الجاية ان شاء الله. خلاص كده انا حطيت الست فطاير، لازم اقفل عليها كده من هنا كده من الجناب كده عشان ما تفتحش مني. واسيبها ترتاح شوية. دي بس هنا اطلع الهواء اللي فيها كده عشان ما تقبش من الخضار والصدق والحاجة اللي جوه لان فيها هواء. هسيبها ترتاح شوية وهدخلها الفرن على طول ونشوفها واحنا بنقطعها ان شاء الله. فطيرتنا طلعت اهي جميلة اهي سخنة. نقطعها مع بعض كده ونشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها بقى مش قادره اقول لكم. بس الجمال من جوه بقى سخنه جدا 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 اصلا. الجمال تحفة تحفة بصراحة. ولا تقولي فطير بقى برا ولا تقولي جوه، هو جوه وبس. مش قادرة اقطعها عشان سخنة جدا 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 الحقيقة. بس بصوا الجمال. هقطعها نشوفها الاول هنا كده. بصوا الجمال بتاعها، بصوا جمال الفطيرة. مش قادرة اقول لكم على الريحة والمنظر من جوه عامل ازاي.